types of research. انا طبعا ما لحقتش اوضب ال presentation قوي علشان يعني جهزتها امبارح بسرعه كده، وزي ما كنت لسه بقول لزقتها من 6-7 presentations كل واحده عن نوع من ال research studies. ده الجنرال اوتلاين بتاع الستادي ديزاينز اللي ممكن تتعمل. عندنا في حاجه اسمها ديسكريبتيف ستاديز، والديسكريبتيف ستاديز بتعمل ايه؟ بتوصف بس، صح؟ احنا بنوصف الوضع اللي موجود قدامنا، مش بنحاول ان احنا نعرف الوضع ده موجود ليه او ايه اسبابه او ايه الكورليتس بتاعته، انما انا بوصف بس. دي بتديني معلومات اقدر اروح اعمل بيها اناليتيك ستاديز. الاناليتيك ستاديز بقى بتعمل ايه؟ بتستابليش كورليشن. كورليشن، اوكي؟ يعني بقول ان في اتنين عناصر، الاتنين عناصر دول ايه؟ في علاقة ما بينهم، تمام؟ هناخد كمان ان في حاجة اسمها فرق ما بين correlation and causation. يعني correlation حاجة و causation حاجة. في حاجتين بيبقوا correlated مع بعض، بيبقوا موجودين مع بعض، انما ده مش معناه ان ده بسبب ده. ممكن يكونوا هما الاتنين موجودين ايه؟ لسبب حاجة تالتة خالص. يبقى ده كده اسمه ايه بقى؟ confounding، صح؟ لما يبقوا اتنين موجودين بسبب حاجة تالتة يبقى confounding. هتبرع نعم؟ وايه تالت حاجه هناخدها؟ اللي هي الانترفنشنال ستاديز، اللي هي زي الراندمايزد كنترولد ترايلز. طيب ممكن عشان اللي قبلها هتاخدوا والله السلايد هتديها لكم، ما هي موجوده عندكم على الكمبيوتر الدول بعض. امبارح حاولت ابعتها على فكره ما عرفتش من على الموبايل، ما عرفتش، ما اعرفش من على الموبايل ما رضاش يبعت علشان حاططها على الكلاود. قلنا ايه؟ انترفنشنال ستاديز، خلاص. طيب ايه الافيدنس هيراركي ده؟ شفتوا الهرم ده قبل كده؟ اظن احنا جينا على ذكره امبارح كمان. عندنا القاعده اللي تحت دي اللي هي الايديتوريالز والاكسبرت اوبينيونز والريفيو ارتكلز، تمام؟ وبعدها الكيس سيريز والكيس ريبورتس، بعدها الكروس سكشن ستاديز والايكولوجيك ستاديز، وبعدين كيس كنترول والكوهورت والراندمايز كنترول ترايلز والميتا اناليسيس فوق خالص. واحده ميتا اناليسيس زي 20 اكسبرت اوبينيون. الديسكريبتيف ستاديز اول حاجه هي بتبقى بس زي ما قلنا، بس بتديسكرايب الحاجه اللي قدامي ايه، بنشوف ترندز في البوبوليشن، ممكن تديني ايرلي كلوز اباوت كوزيشن. يعني انا اللي انا بعمله في الديسكريبتيف ستادي وانا بعمل ايه؟ ليتس سي مثلا ان انا عايز اشوف مثلا الاضطرابات النفسيه في طلبه ثانوي بعد الامتحان، اوكي؟ فانا لما هاجي انزل علشان اشوف مثلا حاجه زي كده هعمل ايه؟ هشوف مثلا هم درجاتهم عامله ازاي، طريقه مذاكرتهم كانت عامله ازاي، الجو اللي في البيت عامل ازاي، حالتهم الصحيه عامله ازاي. مش انا بعمل، انا بعمل ايه؟ انا بعمل سيرفي. فممكن اسال على اللي انا عايزه، ممكن اسال على 100 حاجه، صح؟ عايز اشوف مثلا الايفكت بتاع الانتي ديبريسنتس على الدبريشن. طب وانت بتشوف الايفكت بتاع الانت، يعني دي كده هتبقى كورليشن شويه. عايز مثلا اشوف الدبريشن اللي في المجتمع مثلا، عايز اعمل سيرفي للدبريشن، عايز اشوف البريفالنس والانسيدنس بتاع الدبريشن. بعمل باجي اشوف البريفالنس والانسيدنس بتاع الدبريشن ده، فبعمل ايه؟ وانا بسال بالمره بقى، بساله بتشتغل، تعليمك ايه، مش عارف ظروفك عامله ازاي، سيرفي. لما بحط الداتا دي كلها قدامي ممكن الاحظ ان في ترندز. ترندز يعني مثلا زي ايه؟ الاقي مثلا الدبريشن زياده في المنطقه الفلانيه في اسكندريه، منطقه جغرافيه معينه فيها دبريشن زياده. طب يا ترى ليه الدبريشن زياده في المنطقه دي؟ This is another issue بقى. هروح انا المنطقه دي واشوف ايه العوامل والفاكتورز اللي موجوده فيها واللي بتختلف ما بينها وما بين المناطق الثانيه. هلاقي مثلا ان في هناك مثلا حاجه مبنى او حاجه عامل نويز مثلا جامده، تمام؟ فيا ترى هل النويز دي هي اللي عامله الدبريشن ولا لا؟ انا لسه ما اعرفش، بس اللي حصل ان ده اداني بعض كلوز لحاجه جنريتد هايبوثيسس. انا هنا اي جنريت. امبارح خدنا ايه؟ مش قلنا في ريسيرش كويستشن وفي هايبوثيسس؟ طيب انا لما الاقي ان الدبريشن عندي مثلا في حته معينه في اسكندريه اعلى من بقيه الاماكن، تمام؟ اقوم اروح للحته دي الاقي ان فيها شويه حاجات، مثلا في نويز عاليه، في مجاري طافحه، في مش عارف ايا كان، وات ايفر ايه الحاجه ممكن تبقى جغرافيه في المنطقه دي. فهيبقى عندي هايبوثيسيز ان ممكن ده يكون بسبب النويز، ممكن ده يكون بسبب ووتر توكسيسيتي مثلا، ممكن ده، ممكن اسباب كتير قوي. والهايبوثيسيز دي بقى هبدا اعمل ديزاين
لحاجات ستاديز تانية علشان نشوف الكوريليشن بقى بتاعها عامل ازاي. اوكي؟ فيبقى انا كده ايه؟ عمل لي جنريتد هايبوثيس. اسهل حاجه في الموضوع ده ان اتس ان اكسبنسيف. مش محتاج حاجه خالص، محتاج شويه سيرفيز، محتاج شويه حاجات، شويه ناس متطوعين يروحوا يلموا معلومات معلومات معلومات، وبعدين احط المعلومات دي في تيبل. يعني حتى الشغل بتاع الكوريليشن بقى والاستاتستكس فيه مش حاجه صعبه قوي يعني. ما ايه ممكن يبقى ان ايثيكال اوبجكشن للديسكريبتيف ستادي؟ ولا حاجه ولا حاجه خلاص. انتهينا، انت ما عملتش حاجه خالص يعني. فبالتالي انت هنا you're almost universally ethically acceptable وless time consuming عن بقيه الدراسات الثانيه. فدي كبدايه، بدايه كويسه وسهله. الناس اللي بتدور على مواضيع للثيسز، اسهل حاجه في الدنيا اعمل ديسكريبتيف ستادي، اسهل حاجه يعني. وما تكلكعوش نفسكم كتير. الناس بيبقى عندها طموحات في الثيسس بتاعه الماستر دي، ان احنا هنعمل بقى وهنسوي بعدين، وانا باخد الماستر باليمين هيدوني نوبل بالشمال وكده يعني، واعملوا لي تمثال في القسم بقى احسن ثيسس اتعملت في التاريخ. ولا حاجه خالص، اي سيرفي في اي مدرسه في اي حاجه، شكرا خلص الثيسس ده ماشي. اوكي. اول حاجه واسهل حاجه فيهم اللي هي كيس ريبورت. والكيس ريبورت دي بسيطه جدا على فكره. في ناس كتير بتعمل كيس ريبورتس، وانا شخصيا انا اعرف ناس كتير في ناريمان. دكتور اسماعيل ابراهيم مثلا ده حد زميل، وكان من الناس اللي كانوا ليهم مزاج قوي في موضوع الكيس ريبورتس ده. يعني هو مش اول مره، ممكن حاجه رير ما تشافش كتير خالص، ممكن حاله يعني حاله عاديه بس فيها فيتشر مش تراديشنال، او مش حاجه، او حاجه فيها يعني ممكن تبقى كونفيوزنج. وده وارد وده بيحصل وده بيبقى مهم ان هو يتوصف. يعني مثلا ممكن حاجه فاكتور اكسترنال للباثولوجي واكسترنال للتريتمنت، وممكن حاجه جديده مثلا زي مديتيشن مثلا. المجتمع انتشر فيه مديتيشن، فانا لقيت ان بقت تجيلي حالات كانت قبل كده تريتمنت ريزيستنت ديبرشن، ما بقتش تريتمنت ريزيستنت اني مور. ابص ليه يا عم انت؟ الاقي ان هو بدا يعمل سيرفي كده، ابص على الحاله دي الاقي ان هو بدا يعمل مثلا مديتيشن مثلا. ما انا بقول لك لما تبقى حاله، انا بدي اكزامبل بس، هي كيس ريبورتس طبعا لازم تبقى حاجات ايه يعني ملهاش تفسير واضح اكتر من كده. يعني باختصار الكيس ريبورت هي حاجه اتس ريبورت اوف ا سنجل كيس، ودي لوست ليفل اوف ايفيدنس، ولازم تبقى حاجه انكدوتال يعني حاجه حصلت مره وانا لفتت انتباهي. ماشي، حصولها ده لفت. ممكن يبقى حاجه ا فيري رير ديزيز مثلا. الايدز لما بدا في الثمانينات بدا ازاي؟ بدا بكيس ريبورتس عن ايه؟ ايوه، على حاجه اوبورتونستيك انفكشن كانت باينه على مش عارف كانديدياسيس حاجه زي كده، حاجه اتس فيري رير انفكشن، وبدا يظهر في كام حاله، فبداوا دكاتره يعملوا كيس ريبورتس بالحالات اللي زي دي. وبعدين طلع واحد بعدهم قام عامل ايه؟ ما اعرفش احنا نطينا كده ليه. طلع بعدهم واحد عمل حاجه اسمها كيس سيريز. اهي طلع بعدهم واحد عمل كيس سيريز. كيس سيريز ده بقى ده راجل دماغ جدا، يعني هو ما عملش اي حاجه خالص غير انه قاعد كده بص لقى في كام كيس ريبورت، قام حاططهم على بعض وحاططهم باسمه، هو نشرهم باسمه، اسمها كيس سيريز. واحد بيقرا كتير ومتابع بقى باب ميد ومتابع جوجل سكولر وكده، ولاحظ ان في دكتور فلاني في مصر قال ان عنده مش عارف حاله تشست انفكشن، والراجل بعد يومين دخل العنايه ومش عارف ايه. واحد تاني في الهند قال لك على فكره ده انا لقيت حاله تشست انفكشن غريبه وشاب صغير وبتاع. واحد تالت في الصين قال مش عارف ايه. قام جاب واحد في المانيا قال لك ايه ده يا جماعه، على فكره في ترند طالع في حتت كتير في الدنيا ان في ناس بيجي لها تشست انفكشن، هوب ايه ده عندنا كوفيد. تمام، فهو ده الفرق ما بين ايه؟ ما بين كيس ريبورت وكيس سيريز. كيس ريبورتس ممكن تتعمل عندكم هنا في المستشفى بالهبل بالهبل. عندكم شويه حالات والله حاجات يعني ديسوسيشن على سكيزوفرينيا على او سي دي على مش عارف ايه، حاجات كده تلاقي خلطبيطه من كل حاجه طالعه في الحاله، وحاجات فيري فيري يعني. واحده من الحالات اللي انا افتكرها يعني كنا عايزين نعمل عليها حاجه فعلا، ان كان بيشنت وكان تريتمنت ريزيستنت سكيزوفرينيا، وكنا بنديله كلوزابين كان في المركز، وكان بياخد كلوزابين وكان بياخد بدوزس كبيره جدا، ومع ذلك ولا محوق فيه ولا محوق ولا حتى بينام بكلوزابين. فمش عارفين ايه الحكايه ايه الموضوع، عمالين ندور ايه القصه. ف on a very different level كان حريقه سجاير،
كان حريقه سجاير. فالاخصائي الاجتماعي جه بيقول لي بص يعني ده بيدخن كتير جدا، ثلاث علب واربع علب في اليوم. قلت له لا طبعا الكلام ده يقف كله تماما، وقف بقى كل الدخان، امنع عنه خالص سجاير علشان ده كده ايه نعرضه تشستو بتاع. وقفنا السجاير لقينا الراجل نام فجاه جدا وتحسن في البتاع السكيزوفرينيا بتاعته دي، ما بقيناش فاهمين ايه اللي حصل. فقلت له خلاص الحمد لله هو بدا يتحسن اهو، اديله بقى شويه سجاير، بدا ياخد سجاير تاني، بدا ينتكس تاني. تمام. هي طبعا دي مش حاجه كيس ريبورت لان كان لها تفسير واضح، هو ايه سموكينج انديوسس سايتوكروم 3A4 اللي هو بيكسر الكلوزابين. فدي كانت حاجه يعني ات واز ان انسيدنس، يعني ان على الاقل مثلا ان الشخص ده لو انا مثلا لو دي حاجه انا بقى المفروض اروح اعمل ريفيو اوف ليتريتشر علشان اشوف يا ترى هل الموضوع از ذات سنسيتيف، از ات ذات سنسيتيف ان انا بدي واحد 300 ولا 400 ملغ كلوزابين وبعدين الاقي ان هو يدخن سجاير يبوظ الدواء خالص كده بالمنظر ده، از ات ذات سنسيتيف. افرض ان انا لقيت مثلا لا اتس نوت ذات سنسيتيف، ايم اون ذا واي ان انا اكتشف ان في ناس عندهم 3A4 از مور سنسيتيف ذان اذرز. تمام. فالحالات اللي هي بتبقى متميزه كده لما الاقي لها ان في حاجه او اكسبلينيشن او انا مش لاقي اكسبلينيشن واضح، دي بتبقى كانديديت كويس ان انا الاول ادور وراها، احاول ان انا اشوف ايه الاكسبلينيشن اللي ممكن يبقى موجود. مفيش كيس ريبورت هتتنشر من غير ما يكون معاها فول انفستيجيشن واكزامينيشن ومعمول لها كل حاجه. يعني لو ناقصها حاجه واحده هترجع طبعا من الناشر هيقول لك طب ما انت ما عملتش ده، ما يمكن تطلع كده. يعني انت عايز تيجي تنشر حاجه عندنا وبعدين تطلع تفسيرها بسيط موجود، صح؟ فبالتالي ايه كيس ريبورت لازم تبقى ميتيكيولسلي ديسكرايبد. ايه يعني كيس ريبورت دي حاجه تقول لو بعتها ناشر، طب لو الناس بتشرح تبع الاوبن اكسس ده اه عادي. ما هو بقى مشكله الاوبن اكسس في كده، مشكله الاوبن اكسس ان هو زي ما هو ما لا هي مش معلياش سوبرفيجن، يعني فيها حاجات كتير فعلا بتبقى بتنشر على مسؤولية الناشر، بس في حاجات اوبن اكسس بتبقى بير ريفيود، مش يعني مش بس عليها سوبرفيجن، دي بير ريفيود. ده اتعرضت على ناس وناس تقال قوي في الفيلد، وهما الناس دول بصوا على البيبر وقالوا لا تعدي. فالديبينز على الناشر اللي هينشر لك ده او الجورنال اللي انت هتنشري فيه ده بيعمل بير ريفيو ولا لا، وهل بينشر على مسؤوليتك انت ولا لا، هو ده اللي بيفرق، مش هو اوبن اكسس ولا هو سبسكريبشن. اوكي. تاني حاجه بعد الكيس ريبورتس والكيس سيريز هي كروس سكشن ستاديز، ودي زي ما قلنا سيرفيز كويستشنيرز ريتنج سكيلز ستراكشرد وسيمي ستراكشرد انترفيوز، من الحاجات المفيده جدا. عارفين يعني ايه ستراكشرد وسيمي ستراكشرد انترفيو؟ ستراكشرد انترفيو ده بيبقى عباره عن انترفيو مجموعه من الاسئله ولها اجابات محدده المريض يقولها، وبيبقى كبير جدا، يعني بيبقى حاجه كده مثلا صفحات كتير زي مثلا اس سي اي دي سكيد مثلا. ده اي حد يعمل تريننج على ده، بس من غير يعني ده ممكن ميديكال ستودنتس يعملوا الستراكشرد انترفيو، مجرد ان هو بس يبقى فاميليير بالاسئله دي ويروح يسالها ويأيد الاجابات بتاعتها، وبيزن على الاجابات دي احنا بنطلع بقى ايه الفايندنجز بتاعتنا. السيمي ستراكشرد انترفيو بيبقى محتاج شويه انتربريتيشن من الشخص اللي بيعمله، مش زي ده خالص ان انت عايز واحد ابيض يعني بس فولنتير كده من غير اي نوليدج ولا اكسبيرينس ميديكال اكسبيرينس. انما السيمي ستراكشرد انترفيو بيبقى محتاج حد يكون في الفيلد، ممكن مثلا نواب صغيرين، ممكن مثلا حد يعني حد يكون في الفيلد عنده بيزك نوليدج على الاسئله دي وعلى السيمتوماتولوجي بتاع الديزيز بتاعتنا، فيقدر ان هو يحط الايه يجيب الاجابه المظبوطه من كلام البيشنت. فده اسمه سيمي ستراكشرد انترفيو، ودي من الحاجات سيمي ستراكشرد انترفيو. سيمي ستراكشرد انترفيو بيسهل ان انا ممكن اشغل معايا تيم كبير وتيم من الفولنتيرز، ومش شرط ان انا ادور على ناس خبراتهم كبيره. اللي كانوا بيقولوا امبارح، حد كان قايل امبارح في العيوب بتاعه ان انا اعمل ريسيرش ان ما عنديش تيم، مش دايما بتحتاج ان الناس تبقى فيري فيري اكسبيرينسد يعني. فدي من التكنيكس او الوسائل اللي ممكن نستعملها في الكروس سكشنال سيرفيز. وطبعا اهم حاجات بتطلع لنا هي حاجات زي البريفالنس والانسيدنس. انتوا عارفين يعني ايه بريفالنس ويعني ايه انسيدنس، صح؟ بريفالنس اللي هو ايه في هذه اللحظه كل الحالات اللي موجوده كام بالظبط، بغض النظر دول جداد دول قدام دول مش عارفه. انما الانسيدنس هي ايه الحالات الجديده في تايم بيريود. فالبريفالنس ات 1 بوينت ان تايم،
وساعات بقى احيانا كمان بتبقاش 1 بوينت ان تايم. مثلا ساعات يقول لك ايه، في حاجه اسمها لايف تايم بريفالنس. يعني ايه لايف تايم بريفالنس؟ يعني يعني على مدار مثلا كذا سنه يا ترى البريفالنس هيبقى قد ايه، الحالات اللي جدد بالحالات اللي ماتت بالحالات اللي راحت بكل حاجه هيبقى كذا، فده كده يبقى اسمه لايف تايم بريفالنس. انما الانسيدنس هي الحالات اللي جدت فقط، وطبعا بيبقى له امبليكيشن في الديزيز ده والديوريشن بتاعه هيبقى عامل ازاي والبروجنوز بتاعه عامل ازاي. الحالات مثلا اللي فيها انسيدنس عالي قوي بس بريفالنس واطي قوي، الحالات دي تبقى او بتموت صح، بس نعم ايا كان whatever بيطلعوا بره المعادله بالظبط كده. انما الحاجات اللي لها لو انسيدنس وهاي بريفالنس دي حاجات كرونيك ديزيزز، حاجات رير كرونيك ديزيزز. فديبندنج على الاثنين دول انت تقدر ان انت تبريدكت الكورس والاوتكم بتاع الديزيز ده هيبقى عامل ازاي. مورتاليتي ريتس يعني خلينا نروح بقى نخش على ال، ما قلت لكم دول كتير، هندخل على الاناليتيك ستاديز لان هم دول فيهم كلام كتير شويه. الاناليتيك ستاديز اشهرهم هم نوعين من الاستاديز، كيس كنترول وايه وكوهورت. طيب ايه الفرق ما بين كيس كنترول وكوهورت في كلمه واحده؟ نعم هنبتدي مين؟ نو هنبتدي مين؟ لان في حاجه اسمها ريتروسبكتيف كوهورت. كيس كنترول بنبتدي بالحالات. ايوه بالظبط. والثانيه بنبتدي بايه؟ بنبتدي بالاكسبوجر. كل الاناليتيك ستاديز عايزه تطلع ريليشن ما بين حاجتين، ما بين اكسبوجر وما بين ايه اوتكم، ما بين اوتكم. يا ترى هل انا هبدا بالاوتكم ولا هبدا بالاكسبوجر؟ هو ده اللي يقول لي انت عامل كيس كنترول ولا عامل كوهورت ستادي. فمثلا يعني عايزين اكزامبلز بقى، عايزين حد يقول اكزامبلز. اكزامبلز كتير بس يعني ثينك اباوت ات. انتوا قلتوا ايه امبارح؟ المواضيع بتاعتكم امبارح كانت ايه؟ انتوا كنتوا عايزين تعملوا بيرسوناليتي ديس اوردرز ان سايكاتريس، دي كروس سكشن ستادي، دي كروس سكشن ستادي، هتعملوا كروس سكشن ستادي. طب ليتس سي ان انتوا عايزين تبداوا تدوروا في كورليشن، لقيتوا ان في سيجنيفيكانت ديفرنس او لقيتوا ان في عندكم نسبه معينه فعايزين تبداوا تدوروا على كورليشن. خليني اقول لك حاجه. مثلا انا جيت دايجنوز بيرسوناليتي ديس اوردرز، نشوف مثلا ونجيب قصادهم كنترولز ونشوف ايه الفاكتورز المختلفه. لا بصي واحده واحده دلوقتي، احنا مثلا تقييم من داي 1 وبعدين نمشي معاهم سنه سنه. ده كده كوهورت. ده كوهورت. ليه بقى؟ لان احنا بدانا بايه؟ بالاكسبوجر. بدانا بالفيلد. هناخد نواب سايكاتري ونواب ايه حاجه ثانيه، نيورو مثلا او كارديولوجي لسه ما تخصصوش. ايوه مثلا ونشوف بقى. بس النواب لسه ما تخصصوش، وبعدين هتاخدي بقى اللي يتخصص اللي هنشوفه. اسهل سايكل. اوكي انت بقى هنا هي كده اصلا، لان هي البيرسوناليتي تريتس ما ظهرتش بعد ما خدوا. شوفي بقى انت عملتي ايه، انت هنا عملتي كوزيشن. انت هنا يو اسيومد كوزيشن. انت قلتي ان هم خدوا سايكاتري لان عندهم بيرسوناليتي ديس اوردرز. احنا وي دونت اسيوم اي حاجه دلوقتي صح؟ علشان كده لما تبقى حاجه موضوع طب صح الايه ده كده مش هيعتبر كونفاوندنج فاكتور، ان هو لو هم طلع اصلا اوريدي عندهم بيرسوناليتي ديس اوردرز فهو هتاثر على النتائج. هي دي، هو بقى انا بقول لك، هي دي ايه قبل بي ولا بي قبل ايه؟ دي كوزيشن. وكوزيشن انا ما اقدرش ان انا اقولها اوت رايت كده من الاول. طبعا مثلا ممكن اقول لك ايه، ممكن اقول لك ان هو مثلا بيرسوناليتي ديس اوردرز بتبدا من سن صغير مثلا، فده هيبقى غالبا موجود قبلها، وده حاجه مهمه في الاناليسيس اوف كوزيشن. التمبورال ريليشن عامله ازاي؟ الناس بيجي لها بيرسوناليتي ديس اوردرز في اخر المراهقه بس بيدخلوا مجال الطب في نص العشرينات صح؟ فده يقول لي ان لو الاثنين دول كورليتد مع بعض هيبقى غالبا ومش اكيد البيرسوناليتي ديس اوردرز قبل ايه؟ قبل ال طيب بس احنا اسهل من كده. ليتس سي بقى، خلينا ما ناخدش البيرسوناليتي ديس اوردرز، خلينا ناخد حاجه ممكن تيجي انكزايتي. مش انكزايتي ممكن تيجي بعد ما حد ياخد المجال صح؟ طيب اعرف بقى منين هم عملوا الاول. انتوا عملتوا دلوقتي سيرفي ولقيتوا ان في نسبه معينه موجوده في السايكاتريست خلاص؟ فانا دلوقتي شايف النسبه دي موجوده واعلى الارقام بتاعتها. بقى لما جيت اعمل الدسكشن بتاعتي لقيت ان الارقام دي اعلى من البوبيليشن. الناس عندهم في السايكاتري سايكاتريست عندهم انكزايتي بنسبه اعلى من الجنرال بوبيليشن في الدسكشن. فانا دلوقتي بقى عايز اعمل ايه، كورليشن ستادي.
فاول حاجه هعملها هي ايه؟ اسهل حاجه هعملها هي ايه؟ نعم؟ ما احنا عملنا كيس كنترول. كيس كنترول هاخد شويه ناس عندهم انزايتي وشويه ناس ما عندهمش انزايتي، تمام، جوه الفيلد بتاع السايكاتري، وارجع ابص عليهم يا ترى ريتروسبكتيفلي، يا ترى انت لما اخترت السايكاتري كان عندك انزايتي ولا ما كانش عندك انزايتي، يا ترى ايه اللي حصل. فانا دي اول خطوه بعملها. اتس سو ايزي، اتس سو ايزي، لان انا اوريدي رحت على فين؟ رحت على الحالات، خدت الحالات خلاص، انا مش محتاج ان انا اتابع حد، انا خدت الحالات وبشوف الهيستوري بتاع الحالات دي، صح؟ طيب as opposed ان انا بقى خلاص والله لقيت ايه ده صحيح. على فكره الناس اللي عندهم انزايتي في السايكاتري في كورليشن جامد ما بين الفيلد ده وما بين الكيس بتاعت الانزايتي. طب تعالى بقى ناخد كوهورت ونعمل بقى اللي احنا قلناه، ناخد جروب ريزيدنتس عندهم لسه داخلين السايكاتري وما عندهمش حاجه، وناخد جروب ريزيدنتس داخلين النيورولوجي وما عندهمش حاجه، وامشي معاهم بقى لما اشوف مين فيهم هيجي له الايه الانزايتي. يبقى انا كده عملت كوهورت ستادي مشيت معاها. والفرق بقى الكبير جدا اللي ما بين الكيس كنترول وما بين الكوهورت، يعني احنا قلنا الكيس كنترول اسهل، صح؟ الكوهورت، طب ايه اللي خليني اروح اعمل كوهورت؟ طب انا ممكن اعمل كيس كنترول، ايه اللي خليني اروح اعمل كوهورت؟ ما اخد جروب من السايكاتريست وجروب من النيورولوجيست والجروب عندهم انزايتي هنا وجروب عندهمش انزايتي، وابص عليهم من ورا. الرير اكسبوجر ايه؟ اختار العينه بتاعتي بالظبط كويس وموحده، هقدر ان انا اتحكم في الاكسبوجرز، صح؟ لان ممكن مثلا يطلع ان مثلا الستاف بتاع قسم معين، ماشي، ايا كان قسم منهم، الستاف ده بيعمل ستريس، تمام، مقابل الستاف بتاع القسم التاني اللي ما بيعملش، الله اعلم، ممكن ايا كان القسم ده ايه، كارديولوجي ومش عارف ايه، انما ده كده هيبقى كونفاوندنج فاكتور، ان هو الموضوع مش مرتبط بالفيلد نفسه، انما ده ايه كونفاوندنج فاكتور. فانا الاسهل بالنسبه لي في كونفاوندنج ان انا اتحكم في الاكسبوجر. بس في فرق تاني اهم بكتير قوي من اللي احنا قلناه ده، انا بدات بالاكسبوجر وقعدت امشي لحد لما لقيت الديزيز ظهر. ماشي، ايوه ده كده بينه النتيجه مش متوقعه، يعني انبهرت. ده اسمه ايه؟ ان انا مشيت والديزيز ظهر، انا كده طلع لي رقم انسيدنس، طلع لي انسيدنس، صح؟ انما في الكيس كنترول طلعت لي انسيدنس؟ لا، انا واخد الحالات، انا منقي الحالات من الاول. الانسيدنس بيتحسب ان انا بقسم الحالات على ايه؟ على جنرال بوبيوليشن اهو، على susceptible population، بقسم الحالات على susceptible population، تمام. فانا هنا انا ما عنديش، يعني انا ما عملت كيس كنترول، انا رحت خدت الحالات بس انا ما حسبتش البوبيوليشن، ما خدتش بوبيوليشن من الاول علشان احسب الانسيدنس بتاعها هيطلع. طب ده يفرق ايه بقى؟ موضوع ان انا في الكوهورت بطلع انسيدنس، بطلع بقى ايه؟ بطلع اتنين انسيدنس، بطلع واحد انسيدنس في ايه؟ في susceptible population اللي انا بدرسها، وبطلع واحد انسيدنس تاني في البوبيوليشن اللي هي الكنترول بتاعي. فده يطلع لي ايه بقى لما اقارن الاثنين ببعض دول؟ هيديني ايه؟ ريليتيف ريسك، بالظبط، ريليتيف ريسك. وده اهم رقم ممكن يطلع من الحاجات دي، لان هو في الحقيقه احنا لما بنقول بقى ان اي حاجه از ريسك فاكتور فور اي حاجه، لازم علشان اقول كلمه زي دي لازم اعمل ايه؟ لازم اطلع ريليتيف ريسك. علشان مثلا انا جاي اقول لك هو السموكينج بيعمل برونكايتس ولا لا؟ هو ما فيش حاجه اسمها بيعمل، في حاجه اسمها 2 تايمز بوبيوليشن 3 تايمز بوبيوليشن ايا كان، ده اسمه ريليتيف ريسك. طالما انت بتقولي ان هو بيعمل احسن، قولي بيعمل احسن قد ايه وعرفت منين. فريليتيف ريسك از ا فيري فيري امبورتنت فيجر، واتس ا فيري باورفل فيجر، لان ده بيديني معلومه دقيقه جايه من انسيدنس. طيب امال الكيس كنترول بقى ايه المشكله اللي فيه؟ كيس كنترول انا جبت شويه حالات وبعدين قلت في الحالات دي كان فيها اكسبوجر عالي، فليتس سي مثلا لو احنا بنتكلم عن لانج كانسر، ايوه اودريش، صح، ما حرقتيها. طيب انا دلوقتي عندي مثلا جبت
50 واحد عندهم لان كانسر. تتوقعوا في الخمسين واحد اللي عندهم لان كانسر دول يكون قد ايه منهم مدخنين؟ يعني خليني اقول لك بطريقه تانية، لو خدت مثلا 50 واحد عندهم لان كانسر و50 واحد عندهم كانسر كولون، تفتكري في ال50 اللي عندهم لان كانسر دول، بس على فكره حتى كمان مش كده، 50 واحد عندهم لان كانسر، تتوقعي كام واحد منهم؟ قولي كده اضربي رقم من دماغك. 80% مثلا، صح؟ يعني نسبه كبيره من الناس اللي جالهم لان كانسر هتلاقي عندهم، هتلاقيهم سموكرز. في ايه؟ ايوه بالظبط كده، اقل بكتير بالظبط. كام واحد بقى بيدخن؟ نسبه المدخنين اللي هيجي لهم لان كانسر قد ايه؟ مش دي ريلاتيف ريسك؟ ما هو نسبه المدخنين اللي هيجي لهم كانسر دي ريلاتيف ريسك. نسبه المدخنين في اللي عندهم كانسر ده اسمه اودز ريشيو. الاودز ريشيو اللي هو ايه؟ يعني ايه اودز؟ يعني ايه اودز؟ احتمالات. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو جيت وقفت قدامي 50 واحد عندهم لان كانسر ومسكت طوبه كده وغمضت عيني وحذفتها، ايه احتمالات ان الطوبه دي تيجي في واحد مدخن؟ دي اسمها اودز. طب لو انا جبت هنا 50 واحد تانيين عندهم كانسر كولون وطوبه وغمضت عيني وحذفت، ايه احتمالات ان هي تيجي في واحد عنده كان سموكر؟ اقل. طب ايه المقارنه ما بين ده وده؟ اسمها اودز ريشيو. يبقى البروبابيليتي او الاودز بتاعت ان انا الاقي واحد سموكر في وسط الناس اللي عندهم لان كانسر is higher than البروبابيليتي ان انا الاقي واحد سموكر في الناس اللي عندهم كانسر كولون، وهو ده اللي اسمه الاودز ريشيو. بس الاودز ريشيو ده does not represent true relative risk. It approximates relative risk. طبيعي طالما ان انت مثلا في مرض معين في ريسك فاكتور موجود كتير قوي في الناس اللي بيجي لهم المرض ده، يبقى غالبا ده مرتبط بيه، يعني احتمال كبير، صح؟ احتمال انه يكون بيزود الريسك بتاعه. بيزوده قد ايه؟ الله اعلم. يعني مثلا ديبينز على ايه؟ مثلا انت قلتي جمله كويسه جدا، قلتي مش هتبقى نفس الكميه، مش نفس النسبه، مش بالمعيار. ليتس سي احنا قلنا مثلا الناس عندهم لان كانسر 80% منهم كانوا مدخنين، انما الناس اللي بيدخنوا ممكن مثلا نقول يا اما 30% منهم هيجي لهم لان كانسر. هو ده البايس ليه اسم بس انا مش فاكره اسمه، ان هو اللي هو البايس في السامبل. يعني ان احنا لما نيجي نشوف لو احنا عايزين نستدي حاجه مثلا وروحنا اكيد ده نسبته اكتر في المستشفى. أيوه. زي ما اكيد السموكينج نسبته اكتر في اللانج كانسر. بس ده مش بايس، لان هو ده اللي انت بتدوري عليه. ما هو بايس يعني ايه؟ بايس يعني اللي يطلع لي ده حاجه غير اللي انا بدور عليها، ده فاكتور مختلف. انما لما يبقى الفاريبل اللي انا بدور عليه هو السموكينج، يبقى طبعا لازم اروح اخد سموكرز. امال هاخد ايه؟ صح. انا قصدي في السامبل اللي احنا بندور فيه الموضوع مش هيبقى ضروري، اللي هو احنا اوريدي مختارين السامبل بالشكل ده. حلو. ما انت مختاره السامبل بالشكل ده ليه؟ لان انا عايز اكمبير الفيتشر دي في السامبل. هقولها لك بطريقه ثانيه. ليتس سي مثلا ان انا قررت، انا عملت سيرفي في المجتمع على اللان كانسر ولقيت ان في رجاله كتير عندهم لان كانسر، فقلت على فكره الجندر بيفرق في اللان كانسر، دي حاجه ممكن يكون لها علاقه بالتستوستيرون، تمام؟ فقمت رحت اخدت سامبل، والسامبل بتاعتي كان السامبل لا طلعت مثلا طلعت ريزلت ان انا عندي في رجاله كتير بيجي لهم لان كانسر فعلا وستات بيجي لهم لان كانسر اقل. فهل ده منطقي ان انا اقول ان ده بسبب التستوستيرون او بسبب الجندر بتاعهم؟ ليه؟ لان الرجاله بتدخن اكتر من الستات، صح؟ فده اسمه كونفاوندنج فاكتور. علشان اعمل بقى اعالج الكونفاوندنج فاكتور ده هقوم عامل ايه؟ هقوم جاي عامل ماتشنج بقى في الجروبس دي. هقول بقى طب انا مثلا انا هاخد بقى بالطريقه دي، انا هاخد هوحد نسبه المدخنين في كل جندر، يا اما هاخد مثلا اللي بيدخنوا بس من الرجاله والستات، او اللي مش بيدخنوا بس من الرجاله والستات. لان انا وانس ان انا وحدت الفيتشر دي في السامبل بتاعتي،
خلاص انا كده ايه انما هل ينفع ان انا اقول انا عايز اعمل مثلا ستادي على الريليشن بتاعه سموكينج للانج كانسر وبعدين اروح اخد عينه عشوائيه ما فيهاش سموكرز؟ لا فاهمه الحاجه اللي انا بدور عليها دي ما بتبقاش بايس. ده اللي انا بدور ده الفاريبل ده اسمه فاريبل. الحاجات اللي انا ما اخدش بالي منها بقى وما بعملهاش ماتشنج هي دي اللي بتعمل لي السلكشن بايس. زي بقى ايه مثلا اللي انت بتقولي عليه ده اللي هو اظن مش فاكر اسمه ايه اللي هو بيركسونيان بايس حاجه انا مش فاكر بصراحه هم ليهم اسامي كده بتاع الهوسبيتال ده. هو ان انا لما احب اخد حالات اروح اخدها من المستشفى لما احب اخد كنترولز اروح اخدها من بره المستشفى. ليه؟ لان الحالات حاليا في المستشفى اكتر بس ده بيدي احتماليه اكبر ان الديزيز ده يبقى اشد وان الكورس بتاعه يبقى اصعب فبيديني اكزاجيريتد ايمج جامد. تمام هي وضحت يعني السؤال بتاعك ولا لسه مش لا هو انا بس مش عارفه اعبر عن اللي انا بقوله بالظبط يعني بس مش مشكله انا فاهمه عبري لا مش عارفه لا بس انا فاهمه انا فاهمه واحده واحده بالراحه بالراحه هتوصل لا انا بس بتكلم في حضرتك الفرق في النسب ان هو لما فرق في النسب بتاعه السموكينج في البيشنتس لو احنا جبنا الكيسز لانج كانسر هيبقى الكورليشن زي ما حضرتك قلت مع السموكينج يظهر عالي جدا. ايوه تمام غير لو عملنا الكوفرت وشفنا الانسيدنس هيبقى اقل. فازاي نعبر عن الفرق ده؟ لان ده حاجه اسمها ريليتيف ريسك وده حاجه اسمها اودز ريشيو. الاثنين مختلفين. الاثنين دول جملتين مختلفين تماما. واحده بتقول يا ترى نسبه انا هقولها لك بطريقه كويسه انا وصلتني اللي انت عايزه تقوليه. ليتس سي مثلا ان 80% من الناس اللي عندهم لانج كانسر مدخنين. طب هسالك سؤال كام من المدخنين بيجي لهم لانج كانسر؟ ممكن يبقى 2% ممكن يبقى 50% ات ديبيندز على ايه؟ ات ديبيندز على الناس بتدخن قد ايه؟ صح؟ فلو انا مثلا انا هنا عندي لو انا قلت ان في 80% من الناس عندهم لانج كانسر كانوا مدخنين ولما جيت رحت بصيت على المدخنين لقيت ان 50% منهم هيقلبوا لانج كانسر فده معناه ان ايه؟ ان اللانج كانسر ان التدخين is a very strong risk factor او cause لايه؟ لللانج كانسر مش كده؟ بس في 20% ممكن يفلتوا كده كده عادي. از اوبوزد ان انا لو لقيت ان في مثلا 100 مثلا 2% من المدخنين هم الناس اللي بيجي لهم لانج كانسر بس في نفس الوقت الجنرال بوبوليشن مثلا الرقم فيها 0.2 فانا عندي هنا 10 تايمز الريسك فاكتور. اوكي فايت ديبيندز اللي انت بتتكلمي عنه ده ديبيندز على النسبه بتاعت البوبوليشن او ريسك او الريسك فاكتور ده عامل ازاي للديزيز ده عامل ازاي في الناس اللي متعرضين ليه للاكسبوجر وفي الناس اللي مش متعرضين ليه. اوكي السؤال ده على فكره كويس جدا لان السؤال ده هو بالظبط فرق الاهميه اللي بين الريليتيف ريسك والاودز ريشيو. الريليتيف ريسك بيديني بالظبط انت الحاجه دي الريسك فاكتور ده الاكسبوجر ده بيعرضك للخطر قد ايه. عارفين المشكله بتاعت الليثيوم في البريجننسي؟ ايه مشكله الليثيوم في البريجننسي بيعمل ايه؟ ابشتاين بار انوماري. طيب فقلنا قبل ابشتاين انوماري انا اسف ابشتاين بار ده حاجه ثانيه انا قلتها بس ابشتاين انت ايه اللي ما تلخبطنيش لو سمحتي اوكي ابشتاين انوماري الابشتاين انوماري زمان كان يقول لك ايه ده ابشتاين انوماري اوعى تدي البريجننت فيميل اوعى تديها ليثيوم صح؟ مش كده؟ طب ايه الكلام الجديد دلوقتي؟ في كلام جديد. الكلام الجديد ان هو اصلا ابشتاين انوماري ده is very 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 extremely rare وايفن حتى مع الليثيوم هتبقى الارقام حاجه مثلا زي واحد حاله كل مش عارف 10,000 حاله باين ولا حاله كل ايه؟ هو اصلا relative risk 20 times it is extremely very rare. واحد في العشر تلاف باين حاجة كده بعد الريسك ما يتعمل وده بما فيه بقى ان انت اصلا عندك رير اكسبوجر لان مش كل الفيميل بريجننس لما نقول ريسك 20 مرة دايما لك لو حاجة كتير بالظبط ما بيحصلش بس عشان ما بيحصلش اصلا خالص
فتلاقي ان هو اصلا دي حاجه بسيطه جدا يعني. أيوة. حاجه الريسك بسيط. فدلوقتي بقى يعني في كلام بقى بيتقال على الريسك اوف بينج مانيك، ريسك اوف انسفيشنت انترفنشن، مقابل الريسك اوف الابشتاين انومالي. صح؟ يعني عندي ريسك اوف ابشتاين انومالي بس الست دي ممكن يجي لها ديبرشن وتموت نفسها. فاهماني؟ او تعمل بيبي او تعمل او تعمل ابورشن مثلا. فبالتالي هنا بقى في لازم نفكر في ريسك بنفيت مبني على ايه؟ مبني على يا ترى الارقام بتقول ايه؟ مش بقى مجرد دراي فاكتورز كده زي مثلا ده الريسك ده 20 اكس. طب ما 20 اكس ده اللي هو كام يعني؟ اظن هو كان كده كان باين هو في البوبيوليشن واحد في ال 200,000 وبعدين لما يتعامل انا مش فاكر بالظبط، اعتقد 21,000 دي بعد ما بتاخد الليثيوم يعني. ده دوري هتلاقيها على فكره. يعني اللي اقصده ان هو ايه، انا مش لازم ان ناخد الارقام كده ايه دراي. طيب واحد في 20,000 وبعد الليثيوم بيبقى 1,000. طيب فالكيس كنترول دي طبعا هتبقى ايه؟ ريتروسبكتيف ستادي. يعني ايه ريتروسبكتيف؟ احنا خدناه دلوقتي في اللحظه دي ونرجع معاهم بقى لورا. برجع لورا ببص لورا ببص ده الابسوليوت ريسك بتاع ال بتاع الابشتاين انومالي مع الليثيوم ولا من غير ليثيوم؟ من غير ليثيوم. لا واحد في 20 من غير الابسوليوت. ماشي يعني 20 اسبونتينيوس ريسك يعني لما هيبقى الليثيوم بيزوده 20 مره هيبقى 1 في ال 1000. بصي اسمعي بقى الجمله دي، من كل 1000 بيشنت عندها باي بولر ديس اوردر احتمال ان هي تنتكس ومش هتتحسن غير على ليثيوم، من كل 1000 واحده بالمنظر ده واحده هيجي لها ابشتاين انومالي. فدي حاجه قليله جدا. فهمتي بقى؟ طيب قلنا اتس ريتروسبكتيف ستادي الكيس كنترول، لازم نرجع لورا بنبص لورا. بتبدا بديفايننج كيسز اند كنترولز، الكيسز الاول بجيب الكيسز، وعلشان كده زي ما قلت يا دكتوره بتنفع في الحالات الرير، في الرير كيسز. تمام؟ ليه؟ لان لما يبقى المرض نادر انا هروح على المرض على طول هجيبه. ليتس سي ان انا عايز اعمل مثلا عايز اعمل دراسه على الاطفال الابشتاين انومالي وكم حد منهم كان بياخد ليثيوم وكم حد مش بسبب ليثيوم. هقعد بقى انا اخد بريجننت فيميلز بياخدوا ليثيوم علشان اتابعهم بالظبط كده. انما لو رحت انا على الكام حاله ابشتاين انومالي اللي حصلوا في الكام سنه اللي فاتوا يطلعوا مثلا 20 30 حاله وشفت الهيستوري بتاعهم الاكسبوجر بتاعهم للليثيوم كان عامل ازاي، ده هيديني فكره ان انا اخدت رير ديزيز وطلعت الاكسبوجر بتاعه. تمام؟ وزي ما قلنا دي اول حاجه علشان اشوف كوزاليتي او كورليشن ما بين تو فاكتورز يوسفل ان رير ديزيزز. دي نقطة مهمة هنا ان احنا نحاول يكون الريشيو 4 to 1، يعني لكل 4 كيسز على الاقل 1 كنترول. This is the minimum that we can use. انما اقل من كده لو خدت 5 to 1 6 to 1 مش هتبقى representative control. انما 4 to 1 is the least level. لازم برضو يبقوا comparable الكيسز والكنترولز زي ما كنا بنقول نعمل matching ما بين الاتنين في الفاكتورز. ايه؟ لا بشوفها طلعت الرقم ولا لسه؟ اول ما طلعت اوكي. الادفانتجز بتاعتها طبعا ان هي ايزي، ليس تايم كونسيومنج على طول، زي ما الدكتور ايمان بتقول امبارح لو عندي ارشيف كويس ممكن اطلع كميه كيس كنترولز يعني بالهبل. مين اللي عندهم الموضوع ده كويس قوي؟ حد عارف؟ نعم؟ احسن من الان اتش اس كمان بقى السويد والدول الاسكندنافيه. عندهم هناك ميديكال ريكورد سيستم شغال من الاربعينات باين ما بيفوتش ولا حاله. ناشونال ميديكال ريكورد سيستم، دوروا كده بصوا على الكيس كنترولز اللي هتلاقوها على باب ميد هتلاقوا كتير قوي منها جاي من السويد، كتير قوي. مش باب ميد بقى، على جوجل سكولر وعلى سكوبس هتلاقوا كتير قوي جاي من السويد ومن لان عندهم هناك فيري فيري باورفول ناشونال اركايف سيستم للطب. اي حد عايز اي معلومات بيروح هناك بيلاقي كل المعلومات اللي تتعلق، وعندهم سوشيال سبورت سيستم قوي جدا برضو. فحتى ايفن الديموغرافيك فيتشرز اللي زي مثلا مستوى الدخل ومش عارف ومنطقه السكن وكل حاجه متسجله في ريكوردز تطلع كل المعلومات اللي انت عايزها. وبيعرفوا يعملوا من عندهم من هناك كيس كنترولز حلوه جدا يعني. احنا عندنا هنا في ارشيف كويس في المستشفى.
عندنا هنا في المستشفى في ارشيف قوي، يعني اللي هينزل ارشيف ويطلع هتاخد منه شويه وقت ومجهود علشان يدور، بس في ارشيف تحت قوي يعني محتفظ بداتا. هو الارشيف از از جود از المعلومات اللي مكتوبه فيه. فهو انتوا بصوا للكواليتي بتاعه النوتس اللي انتوا بتكتبوها، وهي دي هترفلكت المعلومات اللي ممكن تطلع. والله يعني لو خدتوا مثلا الملفات ايام ما كنا احنا نواب، اوكي هتطلعوا منها داتا حلوه، هتطلعوا منها داتا ممتازه. انا لسه كان عندي متهم داخل سنه 2010، عايز اقول لك جبت كل الداتا من والله. لا ده انا مره جالي بيشنت وطلعت الملفات القديمه بتاعته وببص فيها، واكتشفت ان انا كتب له نوته وانا نايم. انا كتب له نوته والله، وقعدت اتحصى، قعدت اقراها كده مره والثانيه والثالثه كده، عماله اتمزج اقول ايه ده يا سلام يا واد شاشان، ايه الجمال ده. الدكتور منير الله يرحمه في بيشنت، الدكتور مين كان لسه، دكتور مين كان لسه بيكتب نوت لحد لما كان استشاري كبير. يعني احنا كنا وصلنا بقى الستينات او الثمانينات حاجه زي كده. دلوقتي شفتوا، انتوا شفتوا ايام النوت ولا تعرفوا يعني ايه نوت؟ الله يمسيهم بالخير بقى. دكتور احمد كمال كان يجي بره في البرايفت، كان يقعد يكتب نوته برايفت، كان يقعد يكتب نوته كبيره، يعني نوته كبيره، كان يقعد يكتب نوته كبيره لل الله يمسيه بالخير بقى. تمام، المهم يعني ما علينا، نحتاج ان احنا نشوف اركايف easy less time consuming less expensive، ما بتكلفش حاجه خالص، شويه معلومات وبعملها وخلاص. suitable for rare diseases زي ما قلنا، ما فيش اي ريسك بعرضه لحد. يعني عاده الكيس كنترولز بتبقى سهله، ان هي ethically ما فيهاش مشكله كبيره، ما بعرضش حد للريسك. يعني على الاقل الكوهورت مشكلته ايه؟ مشكلته ان انا مثلا في واحد let's say مثلا ان انا شاكك ان الناس بيجي لهم depression علشان المنطقه دي فيها نويز عالي من حاجه، فانا هعمل ايه؟ هروح اسيبهم في النويز اللي انا شاكك فيها دي، واستنى لما يجي لهم اكتئاب علشان اطلع اقول على فكره انا اكتشفت ان هم عندهم اكتئاب، صح؟ فايت از ethically questionable ان انا يبقى عندي اكسبوجر انا شاكك ان هو ممكن يكون بيأذيك، بس اسيبه يأذيك علشان ايه؟ علشان فلما ابقى عندي حاجه زي كده اكسبوجر انا شاكك فيه جامد قوي قوي وحاسس ان هو مؤذي جامد، الاحسن ان انا اعمل له ايه؟ كيس كنترول. اروح اخد مثلا ناس في مصنع بيعمل مش عارف توكسيسيتي، فخلت ناس بقى يجي لهم تريمور ومش عارف مثلا ديبوزيتس في البريد. طيب هسيبه بقى كده في التوكسيسيتي دي؟ لا، ما انا عايز اعرف ايه الكوريليشن اللي ما بينهم. اقوم رايح واخد ناس جالهم وناس ما جالهمش، ناس من المصنع ده وناس من المصنع جنبه، وقارن حالات ناس تعبانه من المصنع ده وناس من المصنع اللي جنبه، وقارن الحالات دي علشان اشوف مين فيهم اللي ايه اللي جاله اكتر. طيب ممكن ده علشان انا باخد الديزيز وبدور ورا، ممكن اشوف سيفرال ايتيولوجيك فاكتورز، ممكن ادور بقى على اللي انا عايزه، كل حاجه. قول لي بقى كل قصه حياتك كلها، انت عندك يا عم لون كانسر، طب انت كنت بتشرب سجاير، طب كنت بتاكل مثلا من الشارع، طب انت كنت مش عارف بتلعب رياضه، لا ما بتلعبش رياضه، لا كان عندك، انت كنت اوبيز، كان عندك دايابيتس، كان عندك مش عارف ايه، كل الايتيولوجيك فاكتورز اللي انت عايزها واللي انت مش عايزها زي ما انت عايز، خد كل الداتا. تمام، ومفيش اتريشن بروبلم. يعني ايه؟ يعني السامبل اللي هاخد اتريشن يعني الدروب اوتس، دروب اوتس اللي بيمشوا في السكه، مشكله كبيره جدا في الكورت ستادي زمانين نشوفها الاتريشن دي. ببدا بجروب، بعد شويه بلاقي نص الجروب ده راح مني. تمام، ايه اللي بقى لوست فولو اب، واللي مش عايز يكمل، واللي مش عارف ايه، ايا كان. تمام، فالاتريشن دي ممكن تبوظ لي الاستادي بعد ما انا قعدت اتابعها حبه حلوين، الاقي ايه الاستادي باظت. اديسن نعم ال دي وهنقولها كمان شويه، اسمها intention to treat analysis. ده نوع analysis اسمها intention to treat analysis. نعم، ده حاجه بجد طبعا. يعني في ثلاثه انواع من الانترفنشن ستاديز، بالذات الموضوع ده بيبقى في الانترفنشن ستادي، لان انا بعمل انترفنشن عايز اشوف النتيجه. فلما حد يمشي من الستادي فده ممكن يكون مشي بسبب اللي انا عملته. فعلشان كده وفي ثلاث انواع من الاناليسيس في الانترفنشن ستاديز، هتخلينا نسبق كده الاحداث. في نوع اسمه intention to treat analysis، اللي هو ان انا دلوقتي عندي جروب 100 واحد بدات لهم علاج، انا خلصت الاستادي دي ب 50 واحد خفوا، ولا مثلا ب 40 واحد خفوا، ال 60 واحد اللي ما خفوش دول ماليش دعوه بقى، دول بطلوا دواء، سابوا الدراسه ومشيوا، حصل لهم كومبليكيشن، جالهم سايد افكت، ما خدوا الدواء طول الوقت وما خفوش، it doesn't matter. دي اسمها براجماتيك ستادي. براجماتيك ستادي دي بتبقى شبيهه وابروكسيميتس لايف سيتويشن، انت في الحياه
ما بتجيبش المريض وتقول له بقول لك ايه لازم تمشي على الدواء، ولو ما مشيتش على الدواء هتبقى دروب اوت، ولو مش عارف ايه ولازم تبلغني ان انت هتوقف الدواء علشان مش عارف. ما بتعملش كده صح، تبتدي المريض الدواء ويخف يا ما يخفش. ما خفش دي علشان خد الدواء ما خفش ولا علشان ساب الدواء؟ لازم ميك ديفرنس صح. فالانتنشن تو تريت اناليسيس بياخد الناس اللي خفت بس، بير بروتوكول اناليسيس الناس اللي مشيت على البروتوكول بس، وفي حاجه اسمها تريتمنت ريزيفد اناليسيس الناس اللي خدوا الدواء سواء مشوا اكيوريتلي على البروتوكول، طلع من الدراسه بس كمل في العلاج. يعني تريتمنت ريسيفد الناس اللي مشوا على الدواء، دول ثلاثه طرق للاناليسيس، وكل واحده منهم لها طريقه. اللي انت بتقولي عليه ده ليه طريقه، ان انا اشوف الناس اللي مشوا دول مشوا ليه، وان انا اعوضهم مثلا بان انا اعمل ابروكسيميشن لمجموعه معينه مثلا شبههم، اخد المين بتاع السامبل بتاعي واحطها. ايوه هي موجوده سلايد هوريها لك برضو، ده شغل ستاتستكس دقيق يعني. بس يعني اللي اقصده ان هو الكونسبت بتاع ان انا نو مان ليفت بيهايند ده موجود. طيب ايه ديس ادفانتجز بقى؟ ات از هايلي برون تو سيلكشن اند ريكول بايس. انا اللي بنقي الحالات، وانا اللي بنقي الكنترولز، وانا اللي بعمل المقارنه بينهم، وفي نفس الوقت انا معتمد اعتماد كلي وكامل على ايه؟ على الريكول بتاع الراجل ده. زي ما Thank you.
Thank you.
اشوفهم مثلا دول ايه المواصفات بتاعتهم واقول هم دول اللي انا هاخد. لا، قبل ما ابدا اعمل سيرش بقول انا الانكلوجن كريتيريا بتاعتي في الديتيلز كذا وكذا. طيب واخيرا بنجمع الريزلتس في جيت ميتا. دي هكتبه ليه بس اقول لكم اعرفكم ممكن تقرا الميتا اناليسيس. لما بتقرا الميتا اناليسيس بتلاقوا الموضوع عامل ازاي؟ بلاقي ان في انتروداكشن مكتوبه عادي زي اي بحث تاني. ده انتروداكشن احنا بنعمل ميتا اناليسيس.
السامبل مين اللي حضرتك طلع فيه ده طول الناس اللي في مصر ال 174 مين اللي في مصر تفتكري ده قريب من البوبيليشن مين قد ايه المسافه بينهم قد ايه قد ايه انت واثقه ان هو بالظبط تاني معلش دلوقتي يا سامح عليك سؤال قلت لك طول الناس في مصر قد ايه؟ قلت لي والله انا خدت سامبل وطلع 174 سم قلت لك ايوه دي السامبل بتاعك ده مش الترو بوبيليشن هتقولي لي ده مش الترو بوبيليشن بتاعك اقول لك طيب تفتكري بنسبه قد ايه ان ده هو بالظبط الترو بوبيليشن سؤال بسيط جدا انت خدتي 500 واحد وال 500 دول انت قلتي انا المتوسط بتاعهم 174 انا بقول لك ان المصريين المتوسط بتاعهم رقم تاني تفتكري بنسبه قد ايه ان هو هيطلع بالظبط 174 تتوقعي كده انت how confident are you ان الرقم اللي انت طلعتيه ده هو بالظبط الرقم التاني المفروض انا بسال سؤال ما تفكريش فيه تنسي انت تفتكري ايه؟ تفتكري هو بالظبط؟ بس يبقى انت واثقه بنسبه قد ايه ان هو بالظبط؟ 0% مستحيل تكون السامبل الصغيره بتاعتك دي هي عمرها ما هتبقى 0 هتبقى 0.01 يعني ايه الفرصه ان بالصدفه كده ال 500 واحد دول ال 100 بتاعهم طلع بالظبط ال 100%؟
سامبل